يمكن حديث كل جماهير الزمالك عن مسألة خسارة الزمالك في بداية مشواره في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، خسارة بهدف قدام شباب بلوز داد، ويعني الحقيقة أنه الماتش على أرضنا والجماهير بتوعنا، لكن النتيجة مش في صالحنا، رغم أنه الناس النهاردة كانت متخيلة أنه الزمالك هيفتحوا، لعيبة الزمالك يفتحوا صفحة جديدة قدام الجماهير وننسى الدوري واللي بيحصل في الدوري ونركز في البطولة الأفريقية، لكن اللي حصل غير كده، والبعض يمكن بيقولوا ان اللعيبة ما عملوش اي حاجة علشان يفوزوا النهاردة في الماتش. دلوقتي معانا على التليفون الناقد الرياضي محمد مطوع. مساء الخير على حضرتك، وازاي شايف اداء اللعيبة النهاردة في المباراة، وتعليقك ايه على غضب الجماهير والجماهير اللي بيقولوا اللعيبة ما عملوش اي حاجة النهاردة علشان يفوزوا في هذه المباراة؟ في البداية مساء الخير على حضرتك وعلى كل متابعين حضرتك. أهلا بك. يعني أدائي يعني مش بعيد عن أداء كل الناس اللي تابعت المباراة عليهم الأداء، يعني أداء اللاعبين لم يكن في أفضل حال، أداء مغزي بالنسبة لجمهور الزمالك اللي كان عنده أمل إن النهاردة المباراة النهاردة تكون بداية تصحيح المسار بعد إخفاقات محلية 7 مباريات في الفترة الماضية، فكان في أمل إن الأمور تكون أفضل في الفترة القادمة، ولكن يعني زي ما حضرتك شفتي أداء اكثر من سيء، ما فيش روح ان انت عايز تفوز تسعد جمهورك اللي كان مالي استاد القاهره في حدود العدد المسموح به. نتج عنه زي ما شفنا في نهايه الامر هزيمه في بدايه مشوار الزمالك في اولى مبارياته في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، بيصعب الامور على الزمالك. اي نعم لسه ضربه البدايه، ولكن الامور بتزداد صعوبه، خاصه ان الزمالك عنده المباراه المقبله يوم الجمعه القادمه في افريقيا امام المريخ السوداني، وهتلعب في ليبيا بسبب بعض المشاكل في استاد المريخ اللي الاتحاد الافريقي ما سمحلوش بيلعب فيه، في النص عنده مباراه يوم الاثنين امام سموحه، فكل دي اعباء كتيرة على الزمالك وامور كتيرة على جمهور الزمالك بيحاول يتجاوزها في الفتره الحاليه. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا ناقد رياضي محمد مطوع، شكرا جزيلا على وجودك معنا.